فيا معز ايه انت مالك قاعد نافش ريشك علينا كده ليه؟ انت والعصفوره اللي جنبك مش ده القرب اللي بيننا؟ انا العصفوره؟ انت هتسيبه يكلمني كده؟ ثواني بس. طب والنبي اقول له حاجه، اقول له حاجه نفسي فيها قوي. اسمع بقى يا ديك، اشغل ما تشغلش، وضع يسمح لي خلصانه، اللي عنده مشكله يحلها مع نفسه، حاجه ما تخصنيش. صباح الخير عليكم، جدا 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 حبيت جدا 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 والله اي لايك ات. وحشه؟ لا حلوه قوي. لا بس الديك كان انضف. من امتى يعني الحريم بتقعد في مجالس الرجاله؟ ما طول عمرهم في المطابخ. ما ينفعش كده يا معلم. اهو نفع والتخين رفع. نستهدى بالله رجاله، الكلام اخد وعطى. ما انت شايف رئيس وجيه جايين سحب ومكبرينه علينا. ده كده كده مش بشوقك، هتلاقيني فوقك.